تحياتنا أعزائي المشاهدين، تحياتنا لكل اللي عم بيشاهدونا هذا الصباح. في هذه الفقرة رح نحكي عن الفن التشكيلي والفن التشكيلي العربي، وخصوصا من الشقيقة الجميلة لبنان. اليوم معانا الفنانة التشكيلية زينة رحال، رح تحكي لنا أكثر عن تجربتها في هالمشوار الحلو والمليء بالألوان، مشوار الفن التشكيلي. صباح الخير زينة، وأهلا وسهلا فيكي بالأردن. صباح الورد، أهلا وسهلا. صباح النور لكل عم يحضرونا، وأول صباح من الأردن، القناة الأردنية. أهلا وسهلا. بس بالبداية بحب صلح بس عائلتي، لأن دايما بيغلطوا فيها. أنا زينة رمال. أهلا وسهلا فيكي. يعني ما في فرق بس العائلة أكيد فيها. حتى بتتشابه أسماء العائلات. صح. الأردنية واللبنانية. صح. بكثير، في كثير تشابه. أهلا وسهلا فيكي زينة. وإحنا بجوز لما بنحكي عن الفن التشكيلي بنحكي عن عالم كثير واسع، وبنحكي عن تخصص. يعني الفنان التشكيلي بعد ما يقطع مرحلة معينة بشغله بصير له لونه الخاص. وين بتتميز زينة بالفن التشكيلي؟ أكيد هلا بالفن التشكيلي طبعا بدنا ندرس كل المدارس. طبعا بدنا ندرس المدارس الكلاسيك بالبداية، كل المراحل، نعمل لوحات لكل المدارس الانطباعي للفنانين مختلفين. للآخر نلاقي حالنا بمدرسة معينة يمكن خاصة فينا. أكيد هيدا بعد وقت طويل بصيروا يعرفوا الفنان من لوحته، مزبوط، من التاتش تبعيته. فأنا اشتغلت الكلاسيك أكيد كتير وبحبه كتير. بعدين هلأ عم لاقي حالي بالأبستراكت، كتير عم يطلع معي أمور. يعني بلشت أول ما بلشت بالتجريد ما كنت عارفة لوين رح أوصل. فلما تشوفي أراء الأساتذة كان بالجامعة أو فنانين بشجعك هيدا الشيء أكتر. فعم لاقي حالي بالأبستراكت كمان عم بيكون بالفن التجريدي خط. بمعنى أكيد الفن التجريدي إلي خط كمان، عم حس حالي أنه عم ببدع فيه. يعني نوعا ما، يعني أكيد كل يوم نحن بنتعلم أشياء جديدة. طبعاً. فعم حس حالي كتير فيه، لأنه بتقدر تعبري بطريقة كتير حلوة. يعني الفكرة معينة يعني بتحطيها فيك تعكسيها، الألوان تاخدي راحتك فيها، الموضوع. فبحس حالي هلا هيدي الفترة كتير بالعمل التجريدي. بيشكوا كتير الفنانين التشكيليين بالأردن بكتير أماكن من الوطن العربي تحديدا إنه ما في ثقافة استقبال فن التشكيلي من الجمهور. يعني أنتوا بالآخر بترسموا لحتى تمتعوا الناس، لحتى تعطوهم فكرة عن الفن التشكيلي وروحكم بالفن التشكيلي. قد إيه بتحسي صار ثقافة الناس بالوطن العربي لا يعني في عندهم وعي بالفن التشكيلي خصوصا التجريدي؟ يعني لما نشوف لوحه تجريديه بقول لك هذا شو راسم، شو الالوان اللي حاططها، وليش راسمها هيك. صح. قد ايه بتلاحظي انه في وعي او قله وعي بالفن التشكيلي خصوصا التجريدي؟ صح. هلا بالبدايه بدي بس اعتذر من المشاهدين، انا شوي صوتي تعبان اليوم. سلام. شوي على البحة يعني بدي يعذرونا. اكيد هلا حتى المجتمع ككل، يعني مش بس شاره الفنان او المتلقي اللوحه، الشخص العادي حتى بتلاقي اعمار مختلفه صاروا عم ينتبهوا للعمل الفني التجريدي. قبل كانوا يطلعوا ما يلاقوا يمكن شيء يشدهم انه يقولوا الفنان هيدا عم يتفلسف. يعني. عم بتفلسف. صح. هيدي كثير بنسمعها بالمعارض. فلا هلا بتلاقي الشخص عم بيطلع بيلاقي في فكره معينه معكوسه بالوان، ممكن تكون الفكره انا عكستها. الموضوع بلون ممكن انا الموضوع مثلا حزين اعكسه بطريقه فرحه، العكس. مزبوط. العكس صحيح. فهيدا عم الاقيه كثير عم يبلش تتغير النظره للعمل التجريدي. عم بيطلعوا اوقات بقول لك انا بقشعها بهيدي الطريقه اللوحة. هون العمل التجريدي بحس القوة تبعه انه نجح. لما أنا دائما بقول العمل الفني التشكيلي زي الموسيقى، يعني احنا لا بنفهم بالسلم الموسيقي ولا الدو والري والمي وهي الاشياء، بس احساسنا بقول لنا انه هاي قطعة موسيقية حلوة. كذلك الحال بحس اللوحة، يعني تجريدية كانت او واقعية او غير انطباعية، احساسك فيها قد ايه بقول لك هاي اللوحه حلوه او حبيتها او ما حبيتها. فاعتقد هيك الواحد لازم يتلقى اللوحه. اكيد حتى مثل الموسيقى مثل الشعر كانه عم نقرا قدامنا. أيوة. قصيده، لانه حتى القصيده فينا نحولها للوحه. يعني انا من خلال كلمات قصيده معينه فيني اعمل موضوع باللوحه. كثير في ناس اشتغلوا هيك. صح. في اوقات بيبرزوها ككتابه. مين الشعراء بحفزك ترسمي اكثر؟ اكيد هلا انا في كثير شعراء، اكثر شيء يعني بحب انه يمكن شعر او هيك. مثلا عندنا اكيد نزار قباني طبعاً. في الشعر في كمان فيروز من لبنان. اكيد يعني اغانيها قد ايه حلوه كمان ترجمها للوحه. طبعاً. ممكن اوقات ندخلها بالخط العربي كمان. احنا عم نشوف مجموعه من اللوحات والله يا زينه، يعني فيك تعلقي لنا عليهم لو سمحتي. اظني هون في شيء من لبنان، انا حاسه الشرفات اكيد هيدي شوي والقناطر وغيرها. اكيد هيدي شوي كلاسيك بس على مودرن، يعني منا طريقه كلاسيك بالشغل. شوي مجرده بطريقه مودرن، هيك بلكون صغير مع باب، طريقه القنطره القديمه. بالضبط.
موجودين يعني موجودين بطريقه مودرن اكثر من كلاسيك. اكيد في يكون كلاسيك كثير يعني بنروح فيها كلاسيك، بس اكيد بضوي انا ايام بعمل لوحه كثير يعني كلاسيك، بتروح لوحه قديمه مثل ما حنشوف هلا لوحه موجوده معنا كمان باستديو. يا ريت تورجيني اياها ما دام عم تحكي لوحة عنها زينه. حنشوفها يمكن هيدي اللوحه اللي حنحكي عنها. لوحه العبايه الشرقيه مع البزق. لوحه شرقيه مع البزق هيدي كلاسيك. هيها عم نشوفها فعلا، عم نشوف شيء تراثي كانه يعني عم نشوف شيء بعبر عن تراث المنطقه. أكيد. بلاد الشام شوي شرق لبنان. وانا هذا بحبه كمان ابرزه بالمعارض اللي بتكون حتى اللي باوروبا بكون عم شارك فيها لأنها. اكيد لانه بتعكس كمان الطابع الشرقي، لانه ما بكون انا برا عم مثل لبنان، ما بكون بس عم مثل مثلا بلد لبنان، بكون عم مثل منطقه الوطن العربي كلها والوطن العربي. طبعا بحب ابرز انه الشرقي والمودرن، يعني حط الكلاسيك والمودرن. بالدول العربيه بحب ابرز هذا الشيء، بس كمان بضوي شوي اكثر على التجريده، لانه نحن بنعرف ستايلنا وبنعرف كيف انه العادات والاشياء القديمه صار مكرر حتى بجوز حاولت تقدمي شيء جديد بالعالم العربي. بنحط عمل كلاسيك، اصلا هذا العمل كان معي بالمعرض اللي كنت مشاركه فيه بالملتقى رواد الفنون التشكيليين بالاربد بالاردن. كنت حاطه هذا العمل، وفي العمل الكبير الثاني هو ابستراكت كمان عمل تجريدي، هذا عمل اخر العمل الثاني اكيد اللي هو هذا العمل التجريدي. كثير الالوان حلوين، يعني الالوان مش معقولين شو جميلين، كثير حلوين. لمسات واضحه حلوه، واظني انه زينه اخذك العمل الفني للعمل الفني التشكيلي لموضوع التصميم الداخلي او تصميم الديكور. كثير قريبين من بعض. اكيد طبعا بكملوا بعض، لانه اي حدا بده يعمل هندسه طبيعه بده يكون بحب الرسم لعمل هندسي او العكس مثلا. فانا عملت الرسم وكفيت كمان عملت الهندسه، يعني اول سنتين ثلاثه انا ضليتني بكون بقسم الرسم، بس وين تضيعي زينه تلاقيها بالرسم بقسم الرسم. اكيد كمان عملت كثير قصص بالرسم كمان كتعليم، يعني حتى بعلم مواد الفنون بالمدارس والمعاهد وكمان مواد الديكور. فبالاساس انا كفيت الماجستير الهندسه. فشغلي كمان على الارض على السايت بالعمار، يعني بنزل على الارض على السايت وكمان داخلي، فهيدا كله بيكمل بعضه. طبعًا. يعني قد حلو تعمل البيت للزبون مثلا، قد حلو بيتك يكون مصمم على ايدين فنانه تشكيليه وتكفي، يعني بتكفي يعني هذا اذا الواحد بحط فن يعني لوحه من فنان تشكيلي بيكون كثير شيء حلو، فما بالك البيت كله مصمم على اكيد هلا في ايام بتزبط مع الزبون مثلا بيختار شيء بيعمله، في ايام ناس بيكونوا هن جايبيتهم لوحاتهم مش شرط، بس بيساعد كثير اكيد لما تعملي لهم اي رسمه او سكتش، حتى السكتش بيساعد، يعني مجرد طبعاً. ما الفنان كان المهندس كان فنان ضربة الايد تختلف، يعني طبعاً. انا فيني اكون قاعده مع الزبون او الكلاينت تبعي عم بعمل له سكتش، فينا نعمل هيدا الشيء هون. فهيدا الشيء منه موجود عند المهندس كله، يعني كليا في مهندسين منه رسامين او منه فنان، في شيء هي اللمسه الفنيه الحلوه الراقيه اللي بيفهم المساحات اكثر الضوء اكثر. يعني انتم بتفهموا الاضاءه المساحه كل الامور هاي بتفهموها، كله متكامل مع بعض، فاكيد بيغني كثير الموضوع لما يكون المهندس فنان. طيب زينه انت وجودك بالاردن ليش كان؟ اظني ذكرتي قبل شوي لانه انتوا كنتوا في اربد في معرض للفنانين التشكيليين، وبعدين بعمان كمان في فعاليه ثانيه، احكي لنا عن طبيعه وجودك. انا جيت تقريبا الاسبوع الماضي الاثنين دغري، يعني جيت من دبي، كان عندي مشاركه بدبي بمعرض وورد ارت دبي، هو معرض عالمي بصير سنويا طبعا، ومعرض عالمي بكل معنى الكلمه، لانه انا لمست هذا الشيء على الارض، لما نلاقي فنانين من اليابان من الصين من الهند، يعني كل دول العالم احلى تجربه بهيدا المعرض. فقد ايه غنى للفنان وللتبادل الثقافي بين كل دوله وبين الفنانين ككل، بنتعرف على شغل بعضنا كمان طبعاً. فكنت اللبنانيه الوحيده كمان بهيدا المعرض، كنت عم مثل لبنان فيه، وكمان يعني عملي كمان يعني اخذوه ناس، يعني ناس فرنسويه. حلو. فاقتنوا ناس فرنسويه. حلو. كان عمل واحد، من بعدها لما انصرف العمل حطيت عمل ثاني. فقد ايه حلو يكون عملك مع ناس عم تقدر، يعني قدرت توقف تحت اللوحه وتفهمها، اخذت الفكره مزبوط، يعني اخذت الفكره اللي انا مترجمتها باللوحه. هون عم نشوف شيء لفعاليه اظني انسانيه. صح. هيدا اللي عملناه باربت، هلا كفي بعدين الموضوع اللي عم نحكي. هيدا باربت المشروع الانساني، يا ريت نوقف الصوره على SOS على لا على صوره ال اها
تفضلي انت كملي ونرجع لها. ببداية الصور اللي انعرضت هي المبادرة الإنسانية اللي عملناها، بس لنحكي عن موضوع على دبي حتى ما نعطي حقه، المعرض اللبنانية الوحيدة كنت فيه، وكانت النظرة للعالم لللوحة كثير مهم، لأنه اللي اقتنوا العمل هني شباب. فهون عم بعطيكي مثلا اللي كنا عم نحكي انه قد حلو التطور، صح؟ يعني لما تلاقي واحد واقف عم يطلع على اللوحة عم يطلع فيها كثير، بعدين يسألك عن معنى او ما يسأل بالزبط. فيقول هيدا العمل هو اللي بده. هون شيء بيكون الفنان طبعا حقق شيء كثير مبسوط، كثير حلو. أكيد ما بيسأل عن الشيء المادي اللي حي عن العمل، لا بيسأل عن انت احساس المتلقي واللوحة عارفة واللي بيقتني هاللوحة، صح. فكنت بدبي، جيت بنفس اليوم على لبنان، يعني بس ساعتين رجعت دغري على الأردن نفس اليوم. تمام. جيت على الأردن كمان اللبنانية الوحيدة عم مثل لبنان بملتقى الفنون التشكيلية، رواد الفنون التشكيلية بأربد. كمان قمنا بنشاطات كتير، عملنا سيمبوزيوم رسم بقلب المعرض، زرنا زيارات رسمية، حتمروا يمكن صورة معنا اللي صورة جماعية مع فيها اللي فيها العلم، كنا بزيارة رسمية للجيش العربي والمنطقة الشمالية بأربد. زرنا كمان أماكن أثرية، تضمن المعرض نشاطات كتير يعني كتير مهمة. كمان سنوي اكيد رح يكون هيدا العمل، كان اول مره، وكان في فنانين من كل الدول العربيه. وكمان بوجه هون تحيه، في كمان فنانين من الاردن أكيد. مثل الفنان وليد تميمي كمان من الاردن كان معنا، واكثر من حدا يعني من الاردن ودول عربيه. احنا والله كثير بنرحب فيكي وكثير مبسوطين انك موجوده، مبسوطين انك موجوده معنا هون في الاردن. بنطلع على الفن التشكيلي تبعك زينه رمال، شكرا جزيلا لوجودك معنا. انا بس حابه اقول كلمه قبل ما نختم. سريعا تفضلي. الصوره اللي مرقت بس لانه لنعطيها حقها اللي فيها الحطه والعلم اللبناني، لانه هيدي كثير بعتزف فيها، وانا كمان رح احكي عنها كثير بلبنان بخلال حلقاتي اللي بلبنان اعملها، انه كان اهم نهار عندي اياه بحياتي، لانه طلعنا على مناطق بالغور البحر الميت اكيد هول مع الاطفال. كان عمل انساني كثير مهم، عملنا هدايا للاطفال، هذا بنسميها هدايا، لعبنا معهم، رسمنا معهم، قد ايه الضحك الفرح اللي دخلتيه لقلبهم. ان شاء الله بيضل الحس الانساني موجود عند الكل. فهيدا مش شرط انه يكون شخص ببلده يعمل هيدا العالم، فانا بفتخر انه كنت اللبنانيه الوحيده مع الشباب والصبايا الاردنيين. ان شاء الله بنضل دائما اشقاء وايد بايد ونشتغل لاجل الانسانيه في كل مش اول مره حتكون. انا بدي اشكرك جزيلا زينه، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وشكرا للمشاهدين اللي تابعوا هالفقره، تحياتنا.